اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى، النهارده جايبه لكم معايا حاجه جامده جدا. مايا امي معانا 2 بوني تيلز مختلفين، 2 بوني شكلهم جامد جدا جدا، يونيكورن. هنقارن بقى ما بينهم النهارده ونشوف يا ترى اني اكتر واحد عجبكم. الله، بصوا هنا بقى، دي مايا انمي واقفة ورا. هي صراحة محتارة ما بين الاتنين بوني دول، يونيكورنز دول، مش عارفة صراحة اني احلى. هنتعالى بقى نعمل المقارنة جامدة اوي 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 ما بينهم، وهتقولي لي انت بقى في الكومنتات يا ترى تنقولها اني بوني اكتر. هنا بصوا بقى، اول واحد عنده شعره، الشعر بتاع راسه بالوان الرينبو، وفي على جسمه بقى هنا كور كده لونها موف بينك. الله، والقرن بتاعه لونه بامبا وعينيه لونها بامبا، شكله فعلا امور قوي. والتيل بتاعه من تحت لونه ايه، موف بامبا، والرجليه من كده لونها موف بامبا. بص هنا بقى الحصان التاني، شعره هنا لونه اصفر في اخضر، الحصان كله لونه كده اوكي، وشعره هنا قصير كده لونه ايه، اصفر اوكي زي ما انتم شايفين شكله. وده هنا القرن بتاعه لونه اورنج. الله، شكله بينور في الضلمة اوكي، بيفطر على طول بقى صغير اوكي. وليه يبقى احنا كده اول مقارنة ما بينهم، ده عنده اجنحة ده ما عندوش، وده هنا تحس ان هو ولد لكن التاني تحس ان هو بنت من شكل وشه. بصوا هنا الديل بتاعه برضو بقى فيه لون اخضر على الاجنحة بتاعته اوكي، وهنا بقى على جسمه في الوان سيلفر ومفروض بقى اكتر. اوه بصوا الجناح بتاعه بيقدر بقى ان هو يتحرك، يطلع فوق وينزل تحت، وممكن ان احنا نفكه اهو، بيطلع بقى فوق وتحت ويلف يمين وشمال وبينزل بقى زي ما انا عايزة. والشعر بتاعه بقى كمان في لون الاخضر والاحمر، واو اهو. والديل بتاعه بقى لونه اصفر بس، الله. وفي كمان كليتري كده شوية، وتحت بقى لونه هنا موف اوكي. كده بقى عملنا مقارنة جامدة جدا ما بينه، هنا ده سيلفر لكن الناحية التانية بينك في موف، هنا برضو دوائر زي التانية برضو في دوائر. الله، هنا بقى الاجنحة بتاعته تقدر ان هي تلف يمين وشمال. اوكي، وهنا بص بقى الشعر بتاعه شكله حلو قوي بقى، اللي هو الوان الرينبو. وفي لسه لون الاورنج. الله، هنا برضو بقى الديل بتاعه كمان ناعم قوي وطويل. انا الصراحة عجبني الاتنين اللي شعرهم طويل قوي دول، الاتنين باني. هنا ده الوان اللي هي البينك في الموف، الكور اللي على جسمه ده جامدة قوي. قولولي بقى ايه رأيكم فيها، الدوائر فظيعة قوي دي. الله، دي فكرة حلوة قوي. وهنا الشعر بتاعه بقى، بص هنا رفع رجله زي التاني رفع رجله، ومن الظهر نفس الجسم تقريبا، نفس الديل طالع برضو، ومن قدام بصوا نفس الكعوب زي ما قلت لكم بقى، يبقى الفرق بينهم بس شعرهم الاتنين. ومن تحت اللون هنا مو فاتح لكن هنا لونه بينك، بينك غامق اوكي. بصوا هنا بينك غامق ده، الله، مدي على موف كده كمان. انا الصراحة عجبني يعني انتوا عجبكم مين اكتر بقى قوليلي في الكومنتات. انا عجبني الحصان اللي فيه الشعر بتاع الرينبو، انتوا قوليلي بقى في الكومنتات هل عجبكم الحصان اللي هو معاه الاجنحة ولا عجبكم حصان الرينبو. انا الصراحة شايفة الاتنين جامدين جدا جدا جدا. هستنى بقى الكومنتات بتاعتكم تقوليلي ايه رأيكم فيهم، وتعملوا فوتنج بقى عشان نشوف مايا هتاخد اني واحد فيهم. وبليز ما تنسوش انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشيني يا اصحابي، باي باي.